يا رب يكونوا لاقوا. اسمعوا، قال واحد من طلاب الصف قال له للولد أبوك رح ياخدك معه على اسطنبول، والمسكين خاف وقام هرب، بس مو لبرا المدرسة، كلنا عم ندور عليه وما عم نلاقي. مستحيل يا ربي، ليش هيك؟ لو خبرته أنا أحسن ما كان عرف بهالطريقة ونفسيته تعبت هيك. نفس هذا مو ذنبك، فهمتي؟ بيكون متخبي لأنه خايف. خلصنا بقى رؤي، عم ندور نفس خانم. أنسة سيبيل، دورنا بكل الصفوف وما لقينا. هو ما طلع من المدرسة مو هيك؟ لا شو هالحكي، ما طلع ابنه، مثل ما نعمل لك يا ابني. شفنا الكاميرات، ما طلع أبدا. دورتوا بمخازن الكهرباء؟ ايه طبعا وما لقينا. يا ربي، يعني وين بده يكون متخبي هالولد؟ يا ربي دخيلك. نفس؟ اه، عم يراقب القمر على السطح؟ من وين اطلع على السطح؟ لقدام على اليسار. جيت وينك؟ طلع شوفني، أنا جيت. أمك كمان هون. نفس احكي يلا. جيت حبيبي، رد لا تخاف. هالمكان عن جد مناسب للديب اللي بيطلع بضو القمر. طلع حبيبي، ما تخوفني عليك. طاهر مانو هون. هون مبلا. بعرف انه ييت ما بيتخبى حبيبي، ييت ما بيستسلم. لا بعرف انه سبع ييت ما بيترك عمه طاهر لحاله. ما بترك عمه طاهر، بس هو ما يعطيني لحدا. ما بيعطيك طبعاً، لك ما بيعطيك لحدا. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.